السلام عليكم وليدي. انا من الناس اللي ضربت لهم الظرف. انا ساكنه في الملاح، ضرب الفلاح رقم 14. خرجت نتقدى وليدي، رجعت لقيت واحد الطرف من البيت فين تنعس طايح. التلفزه خطا نخليها اللي قال هذاك نسيتها خليتها شاعله. تبداو ليا الناس تعرمت، قال لي راه رفدت لك الدار. ملي جيت لقيت الدار مرايبه طايحين، واحد الطرف من الحيط هو اللي طايح لا غير. كلموا الناس، دايرين الناس شعارات طيغوت هما اللي لقى اللي ساكن في الملاح طايح. انا طحت وليدي غيبت مع ازمتي، وليت قعدت الارض قلت انا لله وانا اليه راجعون. قعدت في هذيك البليصه، راه هي جا المخزن ضار بيا واحد الساعه لحقات 12 الليل او لا هي الوحده. قال جا القايد عندي قال لي الشريفه، قلت له نعم. قال لي راه عاد تمشي وتباتوا في لوطيل. قلت له لا، انا بغيت حوايجي، مرت حوايجي هذا الشيء اللي طاح عليا الحيط، وبغيت نقابل محلي. قال لك راه عاد تقابلوا السلطه. ولا ورك عليا مشيت هزنا واحد السيد يقول لي ديدي في تريبورتور. مشينا للوطيل انا ولاد بنتي، حيت انا مربيه بنتي لها وليداتها. مشيت انا وياهم دخلنا للوطيل. الصباح جا لي المقدم ركبني، قلت له فين غادي بيا؟ قال لي تكلمي للقايد. ملي جيت لقيت القايد قدامني الحيط اللي رايب هو السلطه. قال لي اش طالبي؟ قلت له واحد شي وريقات حجاج ديالي كاينين في واحد الصاك. طلع واحد من الناس اللي خدامين القوى المساعده، جبدوا لي الصاك عطاوه لي ويقول لهم يلاه. ديك يلاه درت هكا لقيت دوك ماني يجي لي الصفرين ربعات نغوت وليدي. جاو العيالات الاخرين بداو تيريبوا لهم. هادو هاديك الدار اللي حدايا وهاديك الدويره اللي حدايا بدات الناس تغوت والربان خدام. كل شيء ريبوا لي على حويجاتي وعلى معني وعلى كل شيء. نويت وليدي السنين مشى ليا يعني بعد الله كريم. كل شيء تهرس، اللي تمخرات اللي تهرسات هذا لا. والحوايج ديالك ما عطاهم لك؟ ما داهم حتى شي حاجه حطوهم في بلاص في هنايا؟ لا ما حطوا لي سيطر يرميو. داكشي اللي ترمى واللي باقي تحت التراب راه هو ما كانش. ريبونا على حوايجنا، علاش نقول لولدي راه ريبونا على حوايجنا؟ خدمه البالا والفاس فوق حوايجنا. اخويا الدار كانوا ريبوها وزعزعوا لينا حنا الدار اللي الاخرى اللي مورا الدار هادي. فاش كانت تيريبوها السلطه وداكشي زعزعوا لنا حنا المحلات اللي عندنا، حنا كلشي عندنا الشق تاعنا. هاد الشتا اللي داز دابا راه تكرصات هنا، راه ولات عندنا القطره ما عليناش. داروا جا القايد، جاو المسؤولين قيدوا داكشي اللي بيقيدوا في الدار، شحال عندك الاولاد شحال كذا قيدوا. بركوا لنا راه عاجل الدوسي ديالكم، راه عاجل عاجل عاجل، وتنتسناو عاجل. ما عارفين بيعجلونا، واش بيعجلونا ولا بيعجلونا؟ حنا هانتوما شفتوا كلشي فين ساكنين. ساكنين في واحد الحي كله بيريب، ديورنا بتريب. ما خلينا اللي راسنا سيد الباشا سيد الوالي القايد صاحب الديوان الملكي وزير الداخليه، حتى واحد ما استجب لينا. دابا كنسكنوا في واحد الدار كلها بتريب، يعني كاين دار لينا والناس اللي ساكنين في الجوار ديالنا والدراري الصغار اللي كيمشيو يعني واحد اليوم ولا اليوم وغدا. هذا كاين الشتاء وكاين هاد المسائل، يعني غدا ولا بغدا غادي تريب هاد الدار. اش من درب هذا الامس؟ درب الفلاح حي السلام. يعني الدار راه كاين، ما خلينا الا شفتنا. تنتمناو من الناس المسؤولين صاحب الجلاله محمد السادس ناصر الله يتدخل يشوف فينا. يعني هاد الناس راه ما داروا معنا والو. تمشيو عندهم تيقول لك نعطوك جوج المليون، واش جوج المليون ديال تاش؟ واش جوج المليون تكري لك ولا تدير لك البلان ولا اش بغات تدير لك ولا تبني لك؟ يعني جوج المليون خرج كلها في الزنقه وتشرد انت وولادك وخوتك وعائلتك. يعني هذا الشيء راه لا حول ولا قوة الا بالله. هاد الناس راه ما تيراعيوش، راه حتى واحد ما راعي لنا. واش حنا دابا ثلاثة العائلات دابا حنا هنا، انا وخويا عنده خمسة الوليدات، خويا عنده وليدات وانا عندي الوليدات وجوج بنات، فين غادي نمشيو؟ واش جوج المليون واش غادي دير لنا؟ واش غادي نلقاو ضرب قد هادي غادي نسكنوا بها بجوج المليون؟ غادي يكري لنا ب 24 ولا 50 ولا 30000 ريال، اش غادي دير لنا؟ راه ما غادي دير لنا والو، راه غادي ناكلوها في شهرين وتشردوا،
نسردوا حنا ولادنا وحنا عائلتنا. وتنتمناو هذه الرساله توصل لصاحب الجلاله محمد السادس ناصر الله والاسره العلويه. كنسكن بحي السلام الملاح رقم الدار 17 مكرر. انا خويا امراه ارمله وما عنديش وماشي ليا ولدي ب 15 سنه الحبس وهزا وليداتي وما عنديش والحاله ضعيفه وما عنديش راه الناس كلشي تيعرفوه. كندير هي طبيله في عرس المعاش كنبيع فيها نشري. جا هذا المرض ما باقي بعنا ما باقيش لينا ما باقي لقينا حتى ما ناكلو ما باقي لقينا ما سكرناه ولدي حتى ما ناكلو ما سكرناه. والدار سيدي بطريب علينا وحنا ما عندناش عطاونا 2 مليون ما دايرين لنا والو اش غادي نديرو بهاد 2 مليون؟ نخرجو نكريو بها بنا ناكلوها في 3 شهور ولا 4 شهور وحنا قعدنا. صدقنا ما دايرين حتى شي حاجه ما دايريناش والحاله ضعيفه وما عندناش لا ما نزيدو ولا ما نعطيو ولا ما نديرو والو. ربي وحده اللي عالم علينا. هادشي اللي عطاونا هاد الناس ما داروا لينا والو ما داروا معانا والو. قلنا لهم كنطالبوا سيدي هاد الناس يشدوا هادوك الفلوس ويصلحوا لينا هما. هادشي اللي كنطالبوا حنا المطلوب ديالنا هاد الناس غير ياخذوا دوك الفلوس ديال الجيران كاملهم ويصلحونا حنا ما حنا يخليو لنا هيك حنا نقعدوا فيه. حنا ما عندناش عندنا جود الله راه ربي اللي عالم علينا ما عندنا حتى ما ناكلو. والدار سيدي بطريب علينا دروك علينا تحملوا مسؤوليتكم. انا طحت عليكم الدار تحملوا مسؤوليتكم. انا ما جبتش المليون ما دارينا والو. قال لك الا ما دارش لكم قعدوا فيها تما تتريب عليكم وتحملوا المسؤوليه ديالكم. حنا سيدي ما عندناش عندنا جود الله تعالى ما عندنا ما ندير. الله يجعل البركه في سيدنا عايشة الملك. انا كنسجد بجلاله الملك يشوف من حالي. انا بنت مراكش ما عندي حتى نص مترو. بنت مراكش زياده وخلق ما عرفت نخوض ما ولدت الولد اللي عاوني. ما عندي ولاد ما عندي. عندي 2 بنات تعيشوا في قومهم في وضعيه محرجه. الله يكون في العوال الجميع. هادشي اللي كاين من المسؤولين يدركوا لنا داك الملف اللي قالوا لنا عاجل ما عطوش عاجل ولا عاجين ولا ما به جنونه ولا جركش. راه تزعزعت بنا الدار اللي في درب الزاويه. راه جا التقنيه وقيدنا وقيد شحال من واحد في الدار لا الفوق ولا التحت. راه عايشين هي بالبركه. هي نفس الانسان هي اللي شاده هذاك السقوفه وهذاك الشيء. راه ينخووها ولا شي حاجه بتهبط بوحدها. انتم اسبابنا حنايا هاد الدار هادي. وهاد الناس تيريبوا ما تيديروا لا كلا لا يتكلا يخليك. خاصك تشوف اخويا من الداخل. راه مالك عطاهم الله ينصر سيدنا اللي عطا 22 مليار الملاح ولا ما بانتش شي حاجه بهاد الملاح هذا. يلاه توجيها توجيها راه داروا لها القبص وتدلك تقال لك. وانتم بدا تشوفوا بينكم ما زدنا ما نقصنا ما كذبنا. هذاك الشيء اللي كاين تنقولوه. وهاد الشيء راه اخر تضرينا بزاف. تضرينا بزاف. اما كرهت انا يدونا غير غاد الشباب يحطونا تما. يعطونا غير قياد الله حتى نسكن تما قسما بالله. يعطونا غير قياد الله حتى ندي ولادي ونسكن تما. والله شي نهار يصبح لنا طيح لنا هادشي. راه بيوقع هادشي كيوقع في كازا. راه كيوقع في كازا هكا بيوقع لينا حتى حنا. يا بلاتي اليوم كاينه الشتا دروك والله يجيبها لا قد تنفع. انا تكون جايه الشتا راه تنولي ما تنحملو كاع حنا الشتا تجي. استغفر الله العظيم على هذاك الما اللي بنقول لك. وراه لا اله الا الله محمد رسول الله عباد الله راه مكربصه. وعاش الملك. وتنشكر سيدنا بزاف اللي جا عندنا 3 مرات الملاح سيدنا. ما جاش مره واحده جا 3 مرات. وهاد الناس ما بغاو يديروا معنا حل. واش بغا يعجنونا؟ قال لك تسنى الملف ديالك. وحنا تنتسناو حتى نموتوا. وعاش الملك. السلام عليكم.